شويه باسكو هما يحبوا لي يطلع المستوى، ما على بالهمش علاش الناس والخونه والناحيات المستاجره دايره مراكش هادياش، والعدو الاول تاع الجزائر ولازم كاع نهضروا عليها، واللي يهضر على المخزن يتسمى شغل وطني، ويعني راح يدافع على الجزائر بالنفس والنفيس بماله وعائلته و هادو الناس كلهم اللي راهم يتكلموا على المخزن في يوم من الايام، في يوم من الايام والله اغلبهم قضى مده لبس بها في المروك، كانوا يدوا الدراهم ويروحوا للمروك يزهاو. هذا الناس اللي راهم يسبوا في المروك، الناس هادو ما صبناهمش في العشريه السوداء في التسعينات. الناس هادو هربوا، هادو اللي خرجوا اليوم يتكلموا والله غير كلهم هربوا في التسعينات، واحد فيهم ما لقيناش. اليوم جاو يمدوا لنا يعني في القوانين، ويمدونا في التشريعيات، وما يورونا كيفاش نديروا، ونحوزوا المراركة ونستقبلوا اكس وما نستقبلوش ايكراك. انت ديجا اولا وقبل كل شيء، انت ديجا الخدمة الوطنية ما درتهاش، انت ما جوزتش ميم با سيرفيس ناسيونال، وجاي تعطي انت في النصائح للدولة. الدولة راهي عارفة واش راهي دير، خلوا الناس هذو يخدموا، الناس هذو ما تشوشوش عليهم باش نقدروا نحاسبوا كل انسان. هذا السيد هذا من اللي جا، وانتم واحد يقول له افتح، واحد يقول له اغلق، واحد يقول له طيارات، واحد يقول له انا اخويا حاصر في الماريكان، الاخر يقول له حبست انا الامبورتاسيون تاع البنان. يعني السيد هذا دوك واش يدير، يخدم ولا يسمع لهذه الابواق الناعقه الماجورين، لانهم كلهم ماجورين. حتى الزياره تاع وزير الداخليه الفرنسي، هذا الشيء كان كاين سبقوا بعت لك واحد الامور، كاين ناس حبت تربط هذه الزياره بوش صرا في التيو، الجماعه اللي حرقوهم يا جماعه، كلش مربوط على كل حال، ولكن ليس هكذا اللي تمشي الامور. وزير الداخليه جاء لامور خاصه، ولو كان ما جاش لي أمور خاصة ما يستقبلوش رئيس الجمهورية، يستقبلوا وزير الداخلية. تسمى هو وزير الداخلية جا بصح عنده رسالة يديها فاك ماس، قال هاك الورقة هادي ديها لسيد كليك، ولا هاك هاد الميساج قولو لسيدك. موسى درمانة جاي يشتكي لأنه الملف اللي راه يتحوس تمره فرنسا بالسيف، لأنه أخطر ملف أكثر من الملف تاع المراركة اللي راهو. الجزائر لو كان ترضخ للضغوطات تاع فرنسا وتستقبل الناس هذو اللي راهم يحوسوا يرحلوهم منذ 2016 وهو الملف يتراوح في مكانه، أكثر من 23% مجهولين الناس اللي في هذه القوائم. وإحنا قلنا باللي يا ودي نقعدوا في الطابلة، هذا نعرفوه أوكي، هذا راهو حاب يجي ما كاش مشكل، هذا ما نعرفوش. في وسط هذو هذه الناس جاوب عليها رئيس الجمهورية، قال له أنا ما استقبلش الناس، وكاين ناس ما يدخلوش للجزائر حتى يريت الله الأرض. دونك أنا تحوس، أنت طبع لي الملف، أنت ترحل، أنا نرحل للمراركة، أنا اللي رحل 800 900 ألف ماهوش مشكل، يعني أوبيراسيون تقسموها على ثلاثة نديروها 300 300 ألف، يعني في غضون شهر نقدروا نقضيو على هذا الأمر. أنت الجزائريين اللي راهم رايحين يحوسوا يرحلوهم للجزائر، إذا كان أنت رحلت هذا المراركة ديتهم للمروك، أنت يعني أوتوماتيكيا لازم تستقبل اللاجئين تاعك اللي راهم يحوسوا يرحلوهم من فرنسا، والمروك راح تستقبل الناس اللي راك راح ترحلهم وماهيش راح تريكلامي. دونك انت لازم ينطبق عليك القانون، لازم تستقبل كل الناس اللي اسماوتهم مذكوره في القوائم، فيهم ثلاثه ولا اربعه اللي مطلوبين للعداله، منهم امير ديزاد لانه حراك. هذه نقطه. النقطه الثانيه الابتزازات شي نتاع غير حراك، السلطه. عند إرهابي هذاك، عنده منظار من الإرهاب. في فرنسا من الناحيه القانونيه في فرنسا راهو حراك، راهو سون بابي، ما عندوش كوارتر، ما عنده إيه الوجوه، هو ما عنده عنده والو. كارتة، عنده كارتة تاع هوموسيكسيال اللي داروها له في الألمان. ايه معليش، لكن دوك انت الا كان رحلت هذا الناس وجبت هذا نصهم مراركه، انت هذا الناس كي تستقبلهم تبعهم دير لهم واحد يعسهم وما تعرفهمش، يعني راك راح تفتح لهم ملفات جدد، راك رايح الناس هادو يدير خدمة للمروكي اللي عايش في الجزائر عنده ملف مفتوح.
الناس على بالها كي يركب من البيس، يركب من خنشلة، يروح لباتنا يخدم فيلا قدام الحمام تاع اكس ولا تاع اكريك، الدولة على بالها بلي هذا السيد وراه وين كان ومع من راه يتعامل. ونزيد نقول لكم معلومة، اقسم بالله اغلب البراركة اللي عايشين في الجزائر يدفقوا الحلال، يحكيوا كلش في واش صاري في المروك، وهم اللي قدموا معلومات، وكاين حتى فيديوهات راهم في بعض القنوات، فيديوهات يتم تسريبهم من طرف مراركة عايشين في الجزائر. احنا ما نسحقوش هذه الفيديوهات، وانا هذا الناس ما دام راهم مكشوفين ومعروفين المراركة، ماشي هذا هو المشكل. المشكل في اليهودي اللي راهو في الكاتريام جينيراسيون وبدل اسمه مازال عايش معنا. اعطيني الحل لهذا، اعطيني الحل لل 800 منحه دراسيه سنويا للفلسطينيين اللي في وسطهم كاين جماعه يخدموا مع الموساد. وانا اعي ما اقول، يعني كاين حتى اللي عندهم منح تاع دراسه في اكاديميات عسكريه ومعروفين، ويجوا من فلسطين على اساس الدراسه، وهما يجيو يعني لاغراض استخباراتيه، وهذا الشيء مكشوف وفي العالم كله معروف، هذا الشيء ماشي حاجه جديده. لكن باش ما يصطادوش هادو في المياه العكرة، هاد الناس فوق حجر الشرفاء، يعني نعم نعم معروف نعم من بعيد بصبابطو بلي هو تابع فوالا. دونك كاين امور، كاين ناس يتم رفضهم، ما هذوك اللي معروفين، وكاين ناس يدخل للجزائر والجزائر على بالها بيه وهذاك طعم. كاين الناس اللي لازم اسمع، هذو المسائل الامنيه ما يناقشوهاش الناس في منابر في السوشيال ميديا، ما يناقشوهاش الناس في القهاوي، هذه راهي عمل تاع اسمها يعني غرف مظلمه، الناس يتعاملوا بعض الامور في اماكن مخصصه لهذا الغرض يعني، وناس يعني من المستوى العالي جدا باش انتاج هيري اكثر من 6 ملايين اجنبي في الجزائر، يعني بالك ما كاش اللي عنده هذا المعلومه، كاين اكثر من 6 ملايين اجنبي في الجزائر، كي نديروا الافارقه والمراركه والتوانسه ونزخلوا الليبيين اللي هربوا لهنا، السوريين، كاين حتى اجن، يعني اكثر من 5 ملايين و800 الف اجنبي في الجزائر، باش تكونتروليهم ماهيش حاجه سهله. وثاني يعني ما راهيش حاجه صعيبه على الجزائريين، لانه الجزائريين ناس اذكياء، لانه الناس اللي كانت تتكلم على سرعة التدفق في الانترنت هي نفس الشيء اللي راه يطالب يعني فتحوا الصحافة، فتحوا القنوات السمع البصري، اليوم راهم يطالبوا بترحيل المراركة، يحوسوا يضغطوا على الجزائر. انا مانيش ضد، لكن التبعات نتاع هذا الشيء، انا ما نحب حتى انا مروكي، انا نقول لك المروكي كيفاش نحاوزه، ما تحاوزوش الدولة. تيقر باش هادو نجيبوها لهم من الاخر. قلناها لهم ونعاود نقولوها لكم، الناس اللي تهدر وتكبر في المخزن هكذايا وتهدر على المراركة اش 24، هذا مشكوك في امره، باسكو لفروشي لفروشي ولا كو دايرين في بالكم باللي الجزائر العدو تاعها الاول للمروك، ثم راكو تشربوا اللقمي مخلط بالارطان، ولا شكو ديروا؟ الجزائر والجزائرية ما ليش تتكلم. وحدها في التسعينات كانت تحارب في الحلف الأطلسي، راه ماشي في المروك. المروك هادو الناس يدخلوا يذبحوهم بلي بايونات، راه دي تستعمر في ظرف وجيز. دونك الناس يستثمروا المخزن ومن بعد يطبع لك كيما اللي راح نهضروا عليه دوكاتيك، واحد الناكره من الناكرين اللي سب كاع الناس وسبهم بماتهم، وعباك كي تكون تشرب لي زونفيتامين وتخلطهم بالويسكي وتبدا ترعش تسمى تولي الكوليك وهاد الامور، وعندك ضغط بسيكولوجي تخاف يقتلوك كي تخرج، تخاف يديروهم لك كاع، دونك تبدا تدير امور. واش كان يقول قائد ديرها تيقر؟ هاو قال لك باللي تبون نحشيها لهم وماشي تبون اللي يجيب له كرامه الوزير اللي نحاولوا ماشي السروال في خرجت مطار اغنية هكذا تبون حشاها لنا تبون ايه تبون، قال لك تبون حشاها لنا ودارنا الزيت في الحوت، ولا هو حوته فيها الزيت ولا حاجه من هذا القبيل، وبدا يعيط وكذا، وقال كلام خطير يعني، كلام كاين كلام بالك، هو ما كانش جايب الخبر واش كان يهضر. حنا ما ناش نضربوا في الشي تتبون، حنا الجزائريين حنا الكلب يجي يخدم لنا بلادنا نوقفوا معاه، الشيطان لو كان يجي باش يطلع لنا الاقتصاد تاع بلادنا ويرجعنا يعني للمكان اللي يعني حنا نستحقوها نوقفوا معاه، حنا ما يهمناش، حنا لا اكس لا ايكغيك، حنا هذا السيد جاي يخدم نوقفوا معاه بالمساوئ تاعو بالمحاسن تاعو. هو قال لنا كنت واقف معاه،
كنت واقف معاه وقال له نوقفوا معك حتى لآخر المطاف يعني. ها هو تعرف واش كان يقول له؟ على بالي باللي راك تشوف فيا، ومن بعد كي فاق باللي ماهوش يشوف فيه دونك خرج بلي تهجم عليه. فهمت درك واش يحوس هو؟ ويحوس رئيس الجمهورية ربيع يشوفه. زاد دار كارتوشة للدكتور رزيق، ودار واحد لي تيت باسكو سي ان انكولت. انت على بالك باللي عندك حبة بوري في مخك، ماشي لوبي، عندك حبة بوري ميتة في مخك، وشغل درت سخرية استقبلوا الوزير الأول في أمريكا فور وكذا. ايه استقبلوا فور باسكو ما حبيتوش، انت كنت حاب يبدلوه، حاب يبدلوه يعني، كنت ناضل باش يبدلوه. الناس هادو مكشوفين تيقروا شوية قيادة السيد. يا ودي هذه من الاول احنا شحال عندنا من اللي تكلمنا في مارس، تكلمنا على هذا الانسان في مارس اللي فات في قريب سنه، قلنا باللي هذا السيد صار له كيما الباش، تضربه السمش تطيح عليه الشتا يتبدل لونه عادي جدا، يعني في مساله فصول، يعني حكايه 3 شهور 6 شهور الانسان هذا ينقلب 180 درجه. والناس اللي كانت تقول لنا راهو يدافع وراهو يحارب في الفساد، هو فاسد كما قال الهامل المدير الشرطة السابق اللي راه في السجن اللي احنا ما نهضروا فيه حتى حاجة لأنه ما نعرفوش. قال ما تقدرش انت فاسد وتحارب الفساد، يحارب الفساد اللي انسان نقي، باش تكون تحارب الفساد تكون انسان عرضك نقي، لكن انت اخترق لك واسمه غربي غربي دالك كاع صوالح اللي كانوا في التليفون نتاعك في اللابتوب نتاعك، وكاين عندك فيديوهات مخلة بالحياة، وكاين امور لو كان يدفقوهم يعني انت ما حد ما يكلبو ما يزيدش يغزر فيك، يعني تمارس في امور خطيرة جدا. وعن ماشي عندي انا، الناس اللي نعرفهم عندهم فيديوهات لو كان يودي لو كان يطلقوهم قسما بالله العظيم تولي تاكل في فرتي ما تزيدش تبان، مع انه توتشو كالفانيزي بس ديرا صراحة. انا اشوف كاين امور يقولهم نشوف باللي احنا واحد اللي يقول الحقيقه ما نكذبوش الحقيقه، لكن كي تخرج تلبس العبايه نتاع الناس اللي شرفاء ودافع للوطن بصح نتاعك شغل راك تقول لنا باللي انت تعرف الدوله العميقه، كيفاش غلقوا لك ليشان تاعك كاع وناس في عمرهم 20 سنه 21 سنه اللي غلقوا لك ليشان تاعك، يعني ناس مبتدئين عم كاع الناس عندهم لي جروب في الفيسبوك، كاين حنا هنايا كاين الناس اللي عندهم 3 4 لي جروب تاع 40000 50000 ابوني، على ما غلقوهم الناس؟ دونك الناس اللي راهي تدعى وتعرفوا منا ما تقدرش، لانه هذه الحياه هما اللي يشوفوا لي ستاتيستيك هكذا تاع 80000 فيو، كان نهضر لهم بالك على ستاتيستيك القزديره هذا، راه ما عندكش انت ديجا اصلا متشرد اخلاقي ومتشرد في كلش، وطايح لنا بطاطا خشينه، وتعرف خالد نزار وتعرف الناس قاع، وانت خرقيس ويعرف خالد نزار، وليد خرقيس. خالد نزار عنده شان في الانترنت ما ممنوعه في الجزائر. ماشي غير لاشين سيت، ميم فلاش نيوز تاعو هذا اللي تشفى، كي قالنا عندي مراسلين في كاع الوزارات والمؤسسات والايروبور. وعلى كل عباك واحد كي يبدا يشرب لي زونفيتامين كدا يكبر، ونعرف فلان وفلان، تشفى نلقى لهم قايده ويشوف فيا وفي حمام بحجر ولا ما لباليش وين. عباك واحد كي تكون مسكون هكدايا ولا عرفت باللي تبون، ما داش قال لك يا عمر رشا، قال لك شكون اللي كتبوا له؟ هادو اللي كتبوا له اذكياء وما على باليش وشنو، تما ماشي تبون اللي كتب هذوك 54، وهادي ماشي سياسته. وانت البارح كنت تقول الكونترار. المهم باش نغلق القوس هذا ونبدأ مواضيع جادة. الإخوة صح الناس اللي قالوا صح لي باللي لازم يعرفوا باللي راهو سب ناس البليده قاعد سب ناس البليدة، لكن ناس البليدة لو كان يحاكموه ياكلوا له العظم، العظم تاعو يدق تقولوا أو غلط بزاف. كاين واحد انسان اللي تما عنده شويه امور او شاكي به. ايه كاين ماشي واحد، كاين بزاف ناس راهم اشتكاو بيه، انا نقول له بالك ما على بالكش كاين ناس عم اشتكاو بيك، يعني ماشي غير هو راه داير في باله غير بوعلام بوعلام والمستشار تاع الرئيس اللي اشتكى بيه ولا كمال رزيق ولا كمال مولا ولا
ولا قادري ولا يعني كاين ناس يعني راهم رفعوا دعاوي قضائية ضدك يعني وكلش راهو مسجل، يعني الكلام اللي قالوا حتى ولو كان يمحي هذا اللي فيديو كلش راهو مسجل، لأنه هو تهجم على بزاف ناس ونساء نساء عم بالو كي راهو يضحك هكاك ومنا راك في ليت ساعة. لكن كيفاش واحد يخدم مع الدولة العميقة وعايش في قلب الأمبير ما يعرفش يسيكيريزي أموره لابتوب وهاد الأمور؟ أقول لي قول لي قول لي لا فرش تارك، شفت يعني تم الناس اللي شافوا الداخل في الميكرو تاعو، شفت اللي في شتاء كيفاش مسميهم، شفت كيفاش مسميهم اللي في شيء اللي داير فيهم، يعني صراحة صراحة إنسان مبتدئ يعني و ريديكول صراحة، يعني الناس خلاص هربت، الناس ولات تخدم سودوس ما استحقش كاع الويندوز، الناس رايحة عايشة في عالم واحد آخر، ناس خدمت دي لوجيسيال وحدها يعني مستحيل باش تخترقه، خدمت دي لوجيسيال ليها هي بيرسونيل وتستعملوا في امور شخصيه، تجيب لي ميكرو شاري بار فاسيليتي ودير لي دي فيشي، ام عندي تصاور وعندي عندي امور، يعني يعني شايف حتى يعني واش عندك اللي راكورسي اللي عندك في البيرو، يعني انت انسان صراحه مبتدئ مبتدئ جدا. ونزيدو نديرو له كارتوشة باسكو كي تكذب ومن بعد كاين الحقيقة اللي تجي. شوف انا نلقى لهم انا راني كريت استديو وبدا يشبح لهم في الحالة في الانجليز ومورايا الشرفاء ورا هاد البيرو هذا. المهم ما نكثروش منه، باسكو انا والله غير وعدت واحد الانسان هذا الحوثه لما مازلتش نهضر عليه، لكن الناس اللي راهم يا يحكيو اخي عليه انت وعدت، انا ما وعدتش الانسان هذا. على كل حال نحييه بالمناسبه، احنا نقول لك باللي انت يا جينيول ومرسونار كيما قعد الاندال اللي راهم تما هذه هي، وما عندك والو يعني، ما راكش مامن روحك، تدعي انت تخرب في المخابرات وتخرب في وتسب في الناس وكذا، يا امورك ما قدرتش تسيكيريزيهم. دونك رانا نولو ليك عبر الصات كيف يقولون. استاذ موسى نجاح تحياتي. الله نفسه، يعني يدير حاجة يعني ضد القانون، خاصة انت عسكري الولاء الأول تاعك والأخير هو الجزائر فقط، ممنوع هذا الشيء تقرأه تتعلمه المادة الأولى من النظام المنظم، أن الولاء تاعك الأرض الجزائر والشعب الجزائر فقط، هذا الشيء تتربى عليه، بصح انت كي تخرج انت كيفاش هذا نديها نحارب بها المغرب غدوة تنوض الحرب، كيفاش نحارب بيها انا؟ اذا كان اليوم انت داير لي البير عم بالك تعم بالك التريه هو القلب، الناس كانت عسكر يتقطع لها الرونجاس خدم بالصباط تاع عرسو، الصباط هذاك بريون تاع العرس خدم به راتيساج، ما يهمش الزي اللي تلبسه، يهم الشي اللي كاين في قلبك، الحب نتاعك للارض هذه هذاك هو اللي يهم، لانه هذه هي الحاجه اللي غلبنا بها كاع الناس، هي دمنا وقلبنا، وش عندنا احنا حبنا لبلادنا هو المشكل العويص، اليوم داروا لنا هذه الامور اللي راهي تصرى وهذا الفتانين اللي يلعبوها يحبوا الجزائر، الجزائر ما يحبها حتى ولادها، يحبوها اولادها المخلصين، الجزائر يحافظوا عليها الناس، بعد ما كنت تحكي انت يا ناس خرجوا يقول لك الجزائر راهي تتسلح للمروك، المروك يا خاوتي قسما بالله العظيم وبحكم التجربة أنا ما كنتش نخدم في كوشة ولا كنت نخدم في ريستورون، الجزائر لو كان يعني كاين مخططات واجدين، كاين يعني دي زامبلونطاسيون واجد، كاين دي بلون فورما أزيرو محطوط مرولي ومحطوط في الكوان، يتجبدوا يحطوا فوق الطابلة في الصالدرينيو قسما بالله 72 ساعة، أقسم بالله وربي يسخطني إلا راني نقول لكم في كلام ما كاش منه، 72 ساعة والله العظيم ما تبقى حتى حاجة ترمز للمروك في المروك، والله ما راني نزيد عليكم كلمة، المروك هذا اللي راهو يهدر، لأنه هو المروك ديجا هو دولة وظيفية، الحكاية نتاع المروك خلقت والناس هذه اللي راهي تروج للمروك هي الاستنزاف الجزائر فقط، لأنه الجزائر عمرها ولا تسلحت من أجل المروك، 63 ما كانش عندنا سلاح وعريناهم قدام العالم، لأنه احنا فرنسا وما قدرت لناش يقدر لنا المروك الحسن الثاني في 63 مستحيل، دونك السلاح الجزائر
التكوين نتاعها والعقيدة نتاعها عمرها ولا كانت المرة في الحسبان. كلمة العدو الكلاسيكي هي فرنسا وليس المروك. فرنسا اللي كانت تتناور في الميديتراني وكانت تحوس على أمور اللي تخص قطاع الطاقة في يعني الاكتشافات اللي صابوها في المياه الإقليمية الجزائرية في اللارج، ماشي في السواحل الجزائرية. الجزائر رفضت، وهذه الاكتشافات راهم منذ الثمانينات في وقت شادلي. نعم، شركة بريطانية اكتشفت يعني كمية ضخمة في الحدود الشرقية للجزائر، يعني جويس كيكدا وعنابة في اللارج صابوا دي كونتيتي تاع الغاز انورم. والجزائر ما عندهاش تكوين في هذا المجال، عندها إطارات يتكونوا نهار اللي تولي عندي كفاءات جزائرية. أنا ما نجبدش الغاز بشركات أجنبية، احنا ما نغلطوش هذه الغلطات. احنا اليوم نقدروا ننتجوا 10 مليون برميل تاع بترول في النهار، لكن المخاطر نتاعها أكثر من يعني الفايدة نتاعها. تروح انت تنفستي في 10 ملايين كما دارت السعودية وبعد تاكلوا خضر، لأنه العالم راهو شيئا فشيء يتخلى على البترول. اليوم الغاز كي تكون انت متكون، لانه الكوارث نتاع هذا الامور كما الحكايه نتاع البورت تاع سكيكدا ومصانع البتروكيماويات نهار اللي حرق الوزي شعلة النار، راكم شفتوا واش صرا في سكيكدا، يعني خسائر بالمليارات. وشركات التامين العالميه رفضت تدفع للجزائر. نعم، هذا الشيء ما يقولوش في الصحافه. اليوم فرنسا عرفت باللي مستحيل تقرب من السواحل الجزائرية، بغى فرنسا ولا أي دولة أخرى. إسبانيا راهي ساكتة، لأنه إسبانيا تعرف مدى قوة الجزائر. الجزائر تقدر تتصدى لفرنسا وإسبانيا مجتمعتين. الناس اللي راهي تقول باللي فرنسا عندها النووي، احنا ثاني عندنا النووي في فرنسا، عندنا 7 ملايين جزائري في فرنسا، هذو كلهم رؤوس نووية. نعم، فرنسا هذا الشيء دايرته في الحسبان. لهذا السبب كاين الناس اللي عندهم عقلية أمبو سبيسيال تحوس ترحلهم من فرنسا. الجزائر عمرها ولا كانت تتسلح لتونس ولا للمروك ولا ليبيا ولا لحفتر. الجزائر الشغل الشاغر نتاعها هو الحلف الأطلسي، والحلف الأطلسي بعد ما يتفكك الحلف الأطلسي، الجزائر رايحة تنافس على أنها تكون أقوى الدول في المنطقة. هي راهي أقوى دولة في المنطقة، هذه لا غبار عليها، لا مصر ولا هم يحزنون. لأنه كي نحكيه على القدرة يعني الفعالية نتاع المقاتل الجزائري ولا في دولة واحدة أخرى، يعني لا مجال للمقارنة. كاين إحصائيات تشوف شحال من عسكري مات من اللي بدا الإرهاب عندهم في مصر، وشوف شحال من إرهابي قتلوا. العشماوي شحال قتل الآلاف. احنا نروح نشوفوا شحال من تيرورست مات وشحال من عسكري مات. دونك لا مجال للمقارنه. احنا ومصر ماشي حكايه تاع اسلحه، حتى والنوعيه تاع التسلح في مصر ما نهضروش على الكم، نهضروا على الكيف. السعوديه عندها رياح شمال، عندها ميسيل صيني هو نصف باليستي، لكن يعني ما يصلحش يعني صراحه، لأنه الكلفة التشغيل تاعو غالية، المدة نتاع الانتشار تاعو طويلة بزاف، 24 دقيقة. احنا اليوم رانا نتكلم على 3 دقائق وربع دقائق ماكسيموم 5 مينوت. نحكيو دوك على الانتشار تاع اسكندر مثلا 5 دقائق، الناس اللي تقول 9 دقائق، 5 دقائق بالفعل. 4 دقائق نظام اس 350، الأنظمة الدفاعية يعني تقدر تتصدى لأي هجوم. هذه وحدة، وهذا هو المطلوب في الوقت الحالي. الأسلحة النوعية ما يهمناش الناس اللي راهي تقول شحال كاين من باتري، شحال كاين من اسكادرون، شحال كاين، نو. هذو أمور يعني تقنية، كاين اختصاصيين وكاين ناس اللي على بالهم الأولوية. اللي من كما كي بدينا نديرو في العصر أنا السلاح الجو، ركزنا على الدفاع الجوي عن الإقليم قبل ما نركزو على القوات الجوية، لأنه نظام الدفاع هو الأول اللي يسبق في كل الحالات. والمروك قلت لكم يعني باش الناس اللي ما تزعفش مني، راني درت ان تويت سمح لي لا فرونشي، حبيتوا تحوزوهم الناس هذو ما تتعاملوش معاهم، هذا هو الحل. ما تكريلوش، ما تتاجرش معاه، عنده حانوت ما تشريش عليه،
ما تقعدش معاه في القهوة، ما تقعدش معاه، ما تتلاقاش بيه، ما تقصرش معاه، ما عندوش كيفاش يعيش إذا كان انت عزلته. ما يقدرش، وش يدير سيدة؟ يرفد صوالحه ويقلع، وباش يخرج من الجزائر ما يقدرش، لأنه كان عايش أنوار، لأنه كان مراركة أثرياء في الجزائر. نعم، دونك هذه فرصة. وش يدير في المطار؟ ما يقدرش يخرج هذه الأموال، رزقه يبيعه بنص السومة، وهذا في صالحك أنت وفي صالحي أنا. بصح باش نديروا مشاكل للدولة ونروحوا نشوشوا على الدولة، نو، غير مسموح، لأنه الشيء اللي راهو يصرى في العالم لازم نكونوا رجل واحد ونقفوا مور الدولة هذه، ما مدير أخطاء نحاولوا نقفوا معها ونغطوا على الأخطاء تاعها كما يديروا كاع الناس. من المراركة هذا الرعيان هذا تاع المروك، مع أنهم يعني سفهاء، ناس دون المستوى. خنوش أو خرج اليوم وزير برلماني سابق في الاتحاد الأوروبي وقال باللي أخنوش عرض عليا رشوة في فرنسا، عندهم وزراء راهم مطلوبين للعدالة في أوروبا، الناس هذو راهم ينهاروا شيئا فشيئا، وخلاص هذا الناس ما يعاودوش يولوا. دونك حنا ما لازمش ننجروا، نخلوا الناس هذو يريبوا، وحنا ما نخسروا والو، حنا ما نخسروا حتى حاجة، نعطولهم شوية وقت يكملوا معهم الصغار، لأنه كاين ناس راهي لا بهم مليح، لأنه احنا الحاجة اللي مليحة في الجزائر احنا ما عندناش سياسة مكبرات الصوت، ما عندناش سياسة الأبواق هذه تاع نبرحوا في الأسواق ونكتبوا في لابريس ونسبوا المروك في الإذاعة. نو، احنا المروك الآن الأوان باش النظام هذا الملكي في المروك، آن الأوان باش يروح، وعندنا كل المقومات باش نقضيه عليه، يعني بطريقة ناعمة، ما نخسروش عليهم فلس واحد. اليوم كل 15 يوم 20 يوم شهر نسربوا له معلومات ضد المروك من الأوروبيين، وخلوهم يدبروا راسهم مع الأوروبيين، احنا من البعيد نتفرجوا هذا مكان. نهار اللي ينهار النظام الملكي ويجي نظام جمهوري في المروك، نقعدوا معاهم في الطابلة، كاين شروط، كاين شروط، لأنه أي نظام رايح ينوض بعد النظام الملكي في المروك راح يلقى صعوبات. وأنا نقول لكم إذا انهارت المروك أقل شيء لازم لها حوالي 30 سنة، لأنه ربما المروك في 3 سنوات المقبلة راح تكون فيها مجاعة، الناس اللي ما رايش تبع هذا الدولة راح يكون فيها مجاعة، وهذا الناس رايحين ينصدموا على الحدود، لأنه ماتوا بالشر وماتوا بالعطش، ما عندهمش الماء، الناس ما عندهمش الماء، وما تقدرش انت الناس هذو اللي جاو مدنيين وهجموا على الحدود ما تقدرش تقتلهم، تلمهم دير لهم محتشدات، تلمهم كلاجئين حتى تحبس الحرب في بلادهم يعاودوا يولوا لبلادهم. لكن مليح انت يكون عندك دولة انت تتحكم فيها، لانه آن الاوان باش احنا نعاودوا نبسطوا السيطرة نتاعنا على كل المنطقة. نعم، مصر العقود اللي سنيتهم مع حفتر ب 25 مليار دولار هذا الشيء مرفوض نهائيا. الجزائر لها كلمة الفصل في كل شمال إفريقيا، وما كاش اتحاد مغاربي، هذا ما كاش منه كاع. المروك يعود يطيح النظام ويجي نظام جمهوري ويحبس زراعة القنب الهندي ويعطي الاستقلال للصحراويين يروحوا يعيشوا في بلادهم، ومن بعد نحكيه وحنايا كيفاش رايحين نتصرفوا معاه، لأنه احنا نسالوا لهم مبالغ طائلة ما تقدرش تخلص، نديرو كيما دارت الصين مع منغوليا، وهذا الشيء قانوني، نقتطع لك أراضي من بلادك وتولي عندي حدود مع إسبانيا. نعم، أتولي عندي حدود جديدة، إذا كان سبتة وملي لي أراضي إسبانيا نقدر نتوسع في المنطقة، ما عندي مدير بترحمني. بارك الله فيك. تيكر كاين واحد الملف تاني حبينا نحكيو عليه، ملفات بزاف عديدة، تاع الوالي السابق تاع بومرداس مداني فواتح راهو أمام القطب الجزائري اللي هو ديجا محكوم عليه ب 8 سنين سجن نافذة، هو مجموعة من المستثمرين في ملف آخر للمحاكمة، يعني هم رايحين يجوزوا للمحاكمة يعني للمحاسبة. وهاد الناس عاتوا فساد في الأرض على كل حال. وتاني وزارة الداخلية والجماعات المحلية وضعت نظام معلوماتي خاص بالمتابعة المستثمرة للحالات المالية لكل بلدية عند نهاية كل شهر، يعني كل شهر رام يجيكم الجماعة باش يسقسوكم في واحد الأمور بين قوسين. أستاذ موسى قال لنا لا تقدر تحكي لهم على العنوان.
خويا الفرنسي، يا خويا تحياتنا، تحية للجميع. نعم، يقول العنوان المنسى لإطفائنا سوف يضطر إلى مواجهتنا في الظلام. يعني هذا، يعني هذا عنوان عميق وهادف ويضرب في العمق. من يسعى، من معروف، من يعني ابداها من الخصم وصل للعدو وأعدى الأعداء، ذو كامل دخلوا في من. هنا خلينا ألونا نتكلم على فرد كفرد هنا. لإطفائنا، الإطفاء لأن الإنسان في الحقيقة يعني يفترض أنه منور مضيء، مضيء بأفكاره بتطلعاته بأهدافه بنظراته بتوقعاته استشرافه. هذا هو يعني الإنسان يكون منور ولا منير، هو منور في ذاته يتبعه الناس، ومنير للآخرين. هذه يعني الناس تسعى لإطفاء أصحاب النور لينوروا الآخرين وهما نورين بذاتهم. إذن ما كثر في الحقيقة هم يعني، ولكن مستويات، يعني المستوى الغير المقبول هو العدو، لأن مثلا المنافس ثاني يسعى لإطفاء الآخر المنافس، ما توصل لدرجة أعلى شوية الخصم ثاني يسعى لإطفائك. لكن هذو يعني تقريبا تقدر تجاوزهم وتتقبلهم وتحتويهم وتعامل معهم في أمور وإن كانت قليلة بصح تمشي الأمور. لكن العدو هو اللي غير مقبول، العداوة غير مقبولة. هذا هو معنى فصل لا تعامل بين طرف هذا وهذاك الطرف. إذن في العدو معروف يعني مباشرة ويسعى لإطفاء، لطمس هذا النور حتى ما يظهرش هذا الإنسان المضاء والمضيء، المنير والمنار. يعني هو منور كما نقولوا احنا بالدرجة في نفسه في ذاته منور، وينور الآخرين. العدو هذه ما يقبلهاش، اسمه وش يدير؟ يسعى لإطفائك أنت، اسمه لا طفيت أنت، الآخرين ما راحش يوصلهم النور، ما راحش يوصلهم الضوء. الضوء هنا يعني باستعارة كتشبيه، هو في الحقيقة الوعي هو المقصود، هو إنارة العقول، تنوير العقول، هو الوعي، هذا هو القصد. إذن هؤلاء يسعوا دائما وأبدا ويصبروا الصبر أيوب على أنه يطفيك أنت، يطفيك تولي كما فعل مؤخرا كذا، تحبوا يشوهوا رؤوس قائمين على السبيس. هذا هذا دخل في هذا الإطار، إطفاء هذا النور الذي هو نور وينير. يعني حاولوا ذا سياسة من بين سياسات المنتهجة اللي داروا هذا الأعداء